السلام عليكم حيث متابعين إيريسات. يوم 10/7 مارس سنة كل 1023 اليوم لدال أخبار قلو قرقوكم كسل فرس أخبار. حشم شعبيات من حكومة توبيا أقلم سنك أدل لبلو تخوفوا بلتهاجم. أريترين بسبت لا السودان ترس حوام كريت لهليت عذاب قلتاقوه ليكا قربتن. لا بيرس أخبار سمت أن حكم تفاصيل التلال لكم. حشم شعبيات بزيارة وزير خارجية أمريكا توبياند أتمسا مسام لوزيرة حكومة توبياند قطعت قلودة قدر منا تبل فرهات لمن حكومة رئيس وزراء توبيا بي أحمد للشباب لهلا لتبلو تخوف أبو إذا تتهاجي أم بتتكملات إيماتات من وزارة خارجيتنا لحشم حبروم. حشم شعبيات بغير رسمي لاتو وسائل إعلامون نشروا لها الدعايات حكومة أبي أحمد مثل أمريكا تقعت للبل دعايات قلت تنشر إن بتتكمل ليت عند أشروا لإماتات اللي هي شعبيتنا مثل أوتوبيا هلا قلي لتبولو نعرق قل لتممكم يتحزيو للا رأيكم تول تأمر. حشم شعبيات من حكومة أوتوبيا حداس عداوة قلت أنبت قدل للبلد آيات بقبي غير رسم لا تعلامو عند نشر تانحتوم التحف السامن بأمور حشم شعبيات لا كتب ولا نشر غير رسم لا تعلام شعبيات قلت لجب الشعبيات تحرير تقراي ات حكومات موقتة تقليم تقراي قلت سيطر توديل اللي يدبو عند أتمسا مسام حكومة أبي أحمد جف الشعبية تحرير تقراي السلطات قلت التلالي لأي دهلة للبل شكوات نشرك مع العالة لتفقدتهم. حشم شعبية حكوة اتفاقية السلام جف الشعبية تحرير تقراي وحكومة فدرالية توبيا أقل شعب إريتريا بسوى قبي إترعي بقل أمبرو قدر للبل تفكير التوكم هلام وبغبي غير رسم لا تعلام نايل حشم حديث تطورات لترى هلا عند بيلا دعايات من نشر تانحتوم قايد حشم شعبيات من حرب تقراي امريكا وصف شركات ابترونا بهلكمتو وعلاقة امريكا وحكومة رئيس وزراء ابي احمد كم بديرة اقل تقبل لير ايه حديث تطورات اقل حشم شعبيات سكاب كم كلو وبلي بعد اسباب اقل اخلاق كم قدر لتواقم. حشم شعبيات دي بقليم تقرايل على طولو سيطرة عسكرية وسياسة حقوة اتفاقية السلام بريتوريا ونيروبي كمس الخسريام حقوة اتفاقية السلام نعر إقل لخلق مثل قوات أمحرة ودمحي زياد علاقاتو كما تردان للتشرح تانهتوم اتقربت لنبرو أوريترين بعامة وسياسيين وناشطين مجتمع مدني فنتيت بسبت لا السودان اترس اريترين لاجين قبلها لا كيافعال اقل مجتمع لم اقل حبرو كن وجيب عيماتات ارسات من خرطو محبرو اترس اريترين لاجين بانفار امن ومخابرات حكومة السودان لابتلال الهلا السجن وغرامات مال من عملت عمل اند الاكا جايزكم هلا اند حبرو لعيماتات افرعات وقلت مفوضية لاجين منظمت مجلس كران ومنظمت لاجين حلول وديكم هلايام لمشكلات من مجتمع عالم حلول قل تركب كلهم إريتريين قل شاركو ليكات قدمت بزحات مدين سودان إريتريين لاجين ليت على ركزة كشات بزحام إريتريين مالوم خسروكم هلو عند أشروا العماتات أنفار أمر ومخابرات حكومة السودان وأمن عند تمثلوا اللي كله أكي أفعال ودو مواطنين سودان لقول راكبو إريتري غرامة قلة فا قصوبكم اللو لتأمر اللي سبت قبام لدي بقربات إتر السلام بعد حمل الأوريترين اللي دي برأس إريترين لاجين السودان قبلها لأكي أفعال مجتمع لم قلة أمرو كل أبوي قلة باسرو وأسك مظاهرات قلة فقرو لي قد قدمت التوم لدي السودان من برت لمرة التوم إريترين لاجين من حديث سك ليبيا لوحزكم اللو إيماتات إرسات اندر حبرو سان حمتم حيث متابعين إرسات اليوم دولو الأخبار دي بالله تام هلام